السلام عليكم الزلفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسكا اخبار تيفي، وكذلك القناه الثانيه جياسكا اخبار. رانا نحط لكم في الاخبار الحصريه والجديده في كلتا القناتين. نتمنى ان شاء الله انكم تدعمونا في كلتا القناتين بالاشتراك في القناه طبعا، وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل ما هو جديد، وكذلك التعليقات نتاعكم راهم يهمونا بالبزاف ان شاء الله. لا تبخلوا علينا، راح نعطيكم حصريا تسمعوا واش قال بن الشيخ يعني يشكك في حسابات السقوط وتحليلات سمير عماري وبوحنيكا ومعاد من سيسقط. والشبيبة يعني مازال صراحة قال لك راهي مازالت في منطقة الخطر، يؤكد ويقول أن شبيبة القبائل مازالت في منطقة الخطر. لذلك راح نخليكم ان شاء الله تسمعوا واش قال بن الشيخ، فقط لا تبخلوا علينا. ومدى بنا ان شاء الله تشاركونا الاراء تاعكم في التعليقات، ما رايكم في تحليلات سمير العماري وبوحنيكا وبن الشيخ عن ما قالوه لشبيبة القبائل. نخليكم ان شاء الله مع الفيديو حتى نبان هذه الجوله تاع غدوه ولا حتى الدنيا الجوني باش تبان. هاو يضحك واحد، الله يضحك. انت اللي تضحك معاد، تضحك باسكو انت اللي تضحك. انا نضحك لان انا ما نامنش بهاد الحوايج، انا منش انا بكل صراحه. انا نهار في لافان يقولوا حبطت تاليكيب وتاليكيب وطلعت تاليكيب، هذيك نامن انا شفعت سمعت حبطوا وطلعوا، بصح حاجه اخرى ما نامنش. يعني ماكش مقتنع بانه الامور تجري بطريقه رياضيه؟ لا لا ما كانش منها طريقه رياضيه، انا ما نامنش. ممكن اني غلطه حتى معنيين بالامر ما كان حتى معنيين، لا ما انت معنيين اكس وي كريك، بصح زاد لي ملهيه او خدم مع مسعود الاخر ويا رايحه برك. إيه أنا ما تنطقنيش رضوان، قلت لك انا ما نامنش بهذا الشيء وخلاص. هذا ما كان انا كي شفت الحسابات تاع البقاء هذا الموسم قلت حتى من يدفع اكثر وما عندوش حظوظ باش يبقى. اوكي لانه لما تشوف حتى هذا رزق في هذا، ما حتى من يدفع حتى تخلص ما حتى تحب تلعب. لا اكيد راح تكون هذه الامور اكيد، ولكن قلنا من يدفع اكثر من هذه الانديه وحظوظه راح تكون ضئيله في البقاء. نعم اذا المشكل المشكل كما يقول معاد كاع راهم تسمى مترابطين هكذا، وتسمى ما اللي يخلص الاخر قالنا ومحلوك هكذا. البروبليم علاش تخلص؟ البروبليم علاش تخلص؟ هذا ولا نحوس نفهم انا، لاش تخلص؟ ما تدخلوش دراهم، كل واحد يلعب على حساب المقدور تاعو ويدافع على روحه ويصوفي روحه. هذا ما كان. لا لو نشوفوا على ديجا الكلاسمون فقط الترتيب في مؤخرة الترتيب، بين اليوم اللي راهو يلعب على البقاء يعني بين لاربعة وبارادو اللي عندهم 32 وبين جياسكا اللي ديزيام بلاس عندها 35 كاين 3 بوان ومازال 3 ماتش. على بالك قلنا بلي كيما قلت لكم حتى لو تحب دير حاجة ثلاث نقاط بين صاحب المرتبة العاشرة 35 نقطة ومن بعد تجي بسكرا ومقرا 34 شلف 33 بارادو 32 وهادو ما يتلاقاو بيناتهم. جياسكا تلاقى مع مقرا وبارادو يتلاقى مع 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 بسكرا، والاربعه تلاقى غدوه مع جياسكا وتزيد تلاقى مع بارادو في اللقاء الاخير. سمير اظن بانه ثلاث نقاط فارق بين صاحب المرتبه العاشره وصاحب المرتبه ال 15 سي فريمون سي دي جامي فيو. انا ما شفتش البطوله خلاص هكذا صاحب المرتبه العاشره عنده ثلاث نقاط على اللي حيسقط. المستوى متقارب جدا وكاين بزاف دي زيكيب يعرفوا ازمات هذا الموسم. يعني باش نعطيك مثال بارادو جامي هي اسوء نسخه تاع بارادو منذ تاسيس منذ صعود هذا القسم منذ الصعود الاسوء، ولكن سبق لهم صفه تاع السقوط سقطوا ديجا شغل هذا العام. يعني شفنا نسخه يعني نقدر نقولوا ضعيفه ولا سلكو قعدو سي جو بونس كيورا بوكو شونجمون دون سان ايكيب. شفنا ماغرا ديبي كاتاستروفيك تاع الشامبيونا، شباب القبائل ما نهضروش حتى شلف حتى الاواني الاخيره الاواني. ولكن يا رضوان ثاني كاين علي قال ما نامنش، عنده الحق باسكو كل ايكيب هم دايرين حسابات. انا على بالي شفت بعد الحسابات منه استنتجت وماذا قلت تتحقق. ولكن رسميا مولودية وهران لم يضمن بعد البقاء، وسنتحدث لماذا. شبيبة القبائل 35 نقطة، بسكرة ومقرة 34 شلف 33 لاربعة وبارادو 32 شلغم العيد سقط بأربع نقاط. تصوروا لو الأربعة تربح المباراتين اللي راهم جايين وبارادو تربح المباراتين اللي مازالهم يقولوا عندهم 38 ويبقى اللقاء الأخير بين الأربعة وبارادو. صافي دير كو تصوروا لو بارادو الاربعه في اللقاء الاخير يديروا نقطه يديروا تعادل يولوا 39. لهذا نقول لكم ولدية وهران شبيبة القبائل اللي راه عنده 38 نقطه اليوم حتى اللي راه عنده 39 يقدر يكون في بطوله مصغره يولوا كامل 39. عاودوا لي الطابلو نعطيو هذه الوضعيه في الطابلو نشوفوا جمعيه شلف لو تفوز بمباراتين اوكي تفوز بمباراتين اللي مازالها في بلادها يعني في شلف
تولي عندها 39 راهي عندها 33 نزيدوا لها 6 بوان تولي عندها 39 بارادو الاربعه يفوزوا بمباراتين اللي مازالوا لهم يقولوا عندهم 38 واللقاء الاخير بين بارادو والاربعه يديروا تعادل يقولوا 39 صافي ديال الاربعه عندها 9 تولي عندها 39 بارادو 39 جمعيه تلف 39 مقرا لو تفوز بالمباراتين اللي مازالوا لهم تولي عندها 40 خلاص لو تكون تخلص او تكمل 39 تدخل في هذه الحسابات بسكرة نفس الشيء شبيبه القبائل نفس الشيء لو تفوز شبيبه بمباراه من ثلاثه ودير تعادل في اللقاء الاخير مثلا مع شباب الوزداد تولي عندها 39 يولي ميني شامبيون دو 39 صافي ديال 39 وممكن هذا العام تلمو سيري 39 تقدر تكون مازال ما ضمنش البقاء معاد النمرودي الامور معقده معاد النمرودي يعطينا رايه اون ورينا واعطينا اللقاءات المتبقيه الخمسه اللي مازالهم مهدين بالسقوط ولانه كما قلنا كان اللي مازال ما ضمنش البقاء حتى 39 لو نشوفوا جمعيه شلف اللي تستقبل شباب قسنطينه غدا بعدها تنقل الى اتحاد العاصمه واللقاء الاخير تستقبل اتحاد خنشله جمعيه شلف كما قلنا في الترتيب عندها 33 نقطه 33 نقطه نزيدوا امل الاربعاء امل الاربعاء او شبيبه القبائل تروح غدا تلعب في الاربعاء غدا بعدها تستقبل مقرى ثم تتنقل الى بلوزداد الى عشينوت عندها دو سورتي وتستقبل مقرى زيد لو بروشا مقرى تستقبل خنشله غدا بعدها تروح لشبيبه القبائل دو زيكيب معنيين بالبقاء وفي الاخير تستقبل شلغم العيد في مباراه شكليه يعني مقرى تقريبا علي قالكم سلكت مقرى سلكت زين بعدها اتحاد بسكرة تستقبل شلغم العيد غدا في مباراه تقريبا شكليه بعدها تروح البارادو اتحاد بسكرة وفي اللقاء الاخير تستقبل مولوديه طهران حتى بسكرة في وضعيه سهله في وضعيه مريحه اعطينا اللي بعده امل الاربعاء تستقبل شبيبه القبائل غدا تروح شلغم العيد في مباراه نسبيا سهله واخر مباراه قد تكون نهائي امل الاربعاء امام نادي بارادو زيد اخر فريق بارادو يروح غدا للصلاة يستقبل اتحاد بسكرة ويتنقل الى الاربعاء يوم 15 جويليه كيفاش تشوف الوضعيه هذه صعبه حسابات صعبه وصعبه جدا رضوان وانا نشوف الترتيب قبل ما نعلق على الوضعيه انه اموال ضخمه تصرف مع بدايه كل موسم على هذه الانديه من اجل المنافسه على البقاء ونفس السيناريو توضح لك نفس السيناريو تقريبا كل موسم نفس السيناريو وتوضح لك الضعف الكبير للبطوله الجزائريه في حد ذاتها الضعف الكبير اما فيما يخص لما نشوفوا الحدود تاع الفرق ونجم مقرى كما قلنا نجم مقرى في وضعيه سهله نسبيا كذلك اتحاد بسكرة والجولات المتبقيه تقريبا مبنيه على نتيجه مباراه امل الاربعاء شبيبه القبائل اللي راح تكون النتيجه تقريبا هم جولات متبقيه جوله 120 غدا هذه غدا جوله 120 بعدها جوله 29 جوله 30 النتيجه تاع مباراه امل الاربعاء شبيبه القبائل راح تبنى عليها كذلك حسابات البقاء في حال فوز امل الاربعاء راح يكون عنده حظوظ اكبر مقارنه مع شريك اللي هو يتصارع معه على البقاء اللي هو نادي بارادو وفي هذه الحاله راح تكون وضعيه اعتقد وضعيه نادي بارادو راح تكون صعبه بنظر لما هو متبقي وهو اللي عنده تعتبر انه الاربعاء وبارادو صراع يكون بين هذين الاثنين صراع بين هذين الاثنين بين نادي بارادو وبين امل الاربعاء بدرجه اقل جمعيه تلف حتى جمعيه تلف دخلت في الحسابات بدرجه اقل جمعيه تلف ولكن ما يزيد من الفرضيه انه ما بين امل الاربعاء ونادي بارادو المباراه الاخيره راح تكون بين امل الاربعاء ونادي بارادو والافضليه ذكروا انه تعادل في ميدانه امل الاربعاء لا داروا تعادل واحد واحد في الدار البيضاء لا نتكلم على افضليه الملعب لما يستقبل امل الاربعاء في هذه المباراه حدوده راح تكون اكبر لما نشوف الشحن اليوم تاع الجماهيري والحشد الجماهيري تاع في الاربعاء اللقاء سيلعب في المستطيل الاخضر المعاد وليس لا نتكلم اليوم امل الاربعاء شبيبة القبائل مثلا دخول بحسب المعلومات مجاني جمهور امل الاربعاء هنا تفهم كل شيء الافضليه تاع الاستقبال فوق ارضيه الميدان كيف ترى نهايه هذه البطوله من هل تعتقد بان الجوله الاخيره هي اللي راح تظهر كل شيء ام تقدر تبان الامور بدايه من الغرب رضوان كي تشوف سورتو البروغرام اللي بقى تاع لي 5 ولا 6 ايكيب هادوما تفهم باللي كاين ديجا دي زيكيب كي سون طون فاكونس دونك مش راح يكسروا راسهم باش يجوا يهبطوك في التيران تاعهم ما يربحوش لعيب انا اظن انا كاين يهضوا ميسين وما يربحش لعيب ستادير كان جو بونس باللي لا لوت يعني تكون بين الاربعه و بارادو